مساء الجمال، مساء الرشاقة لدنيا رشاقة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كل شي كان. بعتذر طبعا عن التأخير. النهاردة هنتكلم عن الاستغلال. طبعا هنتكلم عن الاستغلال في كل مجال، يعني هنتكلم في الاستغلال في مثلا في الوظائف، هنتكلم في الاستغلال في العمل، هنتكلم استغلال في العمل الحر، هنتكلم عن الاستغلال حتى بين الأسرة، يعني بين الأب وأولاده، الاستغلال بين الزوج لزوجته، الاستغلال بين الزوجة لزوجها. هنتكلم عن جميع أنواع الاستغلال. طبعا الاستغلال ده من أصعب الحاجات اللي ممكن تقابل أي شخص، وبالذات في مجال العمل، يعني وأغلبيتهم بتكون للبنات، يعني أغلبية الاستغلال دايما بيكون للبنات أكتر للأسف. دايما البنات بيتم يعني في بعض، يعني إلا من رحم ربي طبعا، بعض أصحاب العمل في بيستغلوا البنت مثلا لحاجتها للعمل أو لحاجتها للوظيفة، فبيبتدي يستغل البنت، بيستغلها بقى أي إن كان الاستغلال، يعني إن كان استغلال خاطئ أو استغلال طبعا يعني ما حدش فينا يرضى بيه. يعني دايما بيبقى فيه استغلال مثلا حتى في طلب الوظيفة، يعني مثلا واحد طالب مطلوب بنات للعمل في كذا مثلا، أهم حاجة حسن المظهر، أهم حاجة تكون جميلة. طب ما يمكن البنت اللي جمالها بسيط ده هي في احتياج للعمل أكتر من اللي جمالها جمال، يعني تمام، ليه بتبص للنقطة دي؟ طبعا انت بتبص الوجه، بس هي الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. ما يمكن الانسانه اللي انت هتاخدها دي اللي هي جمالها بسيط وبنت ناس غلابه، ما يمكن دي تبقى سبب خير وسبب رزق ليك كبير، تمام. بفوجئ ان في بعض بعض الناس بتقول لي مثلا ان صاحب مثلا المحل او صاحب الشركه او ايا كان بيحاول ان هو يعني يخش في اسلوب مش كويس، تمام، يا كده يا تسيب الشغل وتمشي. عايز اقول لكل بنت ده لله، يعني انا هقول لك ده لله، حصل لك ظرف زي ده سيب العمل، من ترك شيئا لله ربنا بدله باحسن منه، صدقيني. ما تدوش فرصه لحد زي كده انه يتحكم في الازال، ان الارزاق دي بيد الله سبحانه وتعالى. هو ربنا جعل البني ادم ده السبب ان انت ترزقي من عنده، ولكن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. اتمنى ان كل صاحب عمل بلاش ان انتوا تستغلوا النقطه دي، بلاش ان انتوا تحطوا الرزق قصاد حاجة للأسف مش كويسة، إن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده، تمام. هنتكلم مثلا في الاستغلال مثلا في بين الأب اللي بيشغل أطفاله، تمام، الأب اللي بيشغل أطفاله، يعني في كتير قوي بيقابلني الموضوع ده، بيقابلني إن مثلا بنقابله مثلا في وسط البلد، تلاقي أب مثلا مشغل ابنه في قهوة، مشغل ابنه عند ميكانيكي، مشغل ابنه، هتيجي تتكلم هيقول لك انا اجيب منين، وتعالى ارجع للاب نفسه هتلاقي الاب اصلا ما بيشتغلش، يعني هتلاقي الاب اصلا قاعد على القهوه 24 ساعه والعيال الصغيره دي هي اللي بتصرف عليه. ده نقطه من نقط الاستغلال. ولما يكبر الولد يقول لك اصل الولد مش بر بوالديه، طب هيبقى بر ازاي؟ هو ما شافش منك حنان اصلا، هو شاف منك كل اسوأ، خد يعني كل اللي شافه منك قبضت كام، هات الفلوس اللي انت خدتها، وممكن يروح هو نفسه لصاحب العمل ياخد منه الفلوس اللي الولد تعب بيها واشتغل بيها، يعني كمان بيحرمه من طفولته، كمان بيحرمه من المدرسه. تيجي تتكلم يقول لك اصل انا اجيب منين، طب انت تجيب منين ما انت تشتغل، انت رب الاسره. النهارده كل اب اسره قد انك تفتح بيت افتح، يعني اتمنى ان كل راجل قد انك افتح، هي الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن اعقلها وتوكل. ابنك اللي انت جبته ده ما زنبوش حاجة انه ما يعيش طفولته، ابنك اللي انت جبته ده ما زنبوش حاجة انه يشقى وهو لسه في سن الطفولة، ابنك اللي انت جبته ده لحق عليك كبير، لحق انه يشوف اب ويشوف ام، يعني امه حتى اللي انت جبتها له دي انت هتسأل عليها، تمام، لان انت اللي جبت ام صالحة فهي لابنك. دايما نقط الاستغلال دايما بتبقى معانا للأسف كتير. هو مش عارف النت عكس معايا دايما ليه، تمام.
تعالوا نتكلم برضو عن استغلال الأم لأولادها. بنقابل كتير في وسط البلد أم مثلا مسرحة 3-4 بنات بيسرحوا بمناديل علشان يبيعوا المناديل دي، تمام؟ عايز أقول أنت كأم إزاي تصحي أولادك الساعة 6 الصبح عشان يبيعوا مناديل، وتيجي تتكلمي تقولك أصل مش لاقية. طب أنا شايف أن أنت بصحتك، أنا شايف أن أنت بصحتك ما شاء الله لو اشتغلت هتجيبي. هتقولي مش هقدر أجيب، اللي على الله ما بتغرقش. يا جماعة والله العظيم اللي بيقصد باب كريم ربنا سبحانه وتعالى ما بيخيبه، اللي بيقصد باب كريم ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه، هو اللي خلقنا هو اللي هيرزقنا. بلاش ان احنا نحط الاستغلال الاسري ده في اولادنا. تعالوا نتكلم برضو في استغلال، مثلا هنقول جزء زي الميديا، ودي انا عايز كل البنات تاخد بالها منها، لان معظم البنات اللي عندي على الصفحة كلها في الميديا. كل بنت تركز في الكلمة اللي انا هقولها دي كويس على اللايف، ايه هو الشرط، تمام؟ بلاش نعتذر طبعا النت في خلل عندنا ما شاء الله، يعني زار ما دفعناش الفاتوره، بس هنرجع للموضوع. يا ريت البنات اللي داخله في موضوع الميديا بلاش النقطه عشان توصلي هوصلك، لازم يبقى في شرط. التنازل اللي انت ممكن تتنازلي عنه ده، اولا ربنا سبحانه وتعالى ما حطش الرزق قصاد التنازل اللي انت هتتنازلي عنه ده، تمام؟ في بعض اللي بيتنازلوا للأسف هم اللي وصلوا النقطة دي لكده. لو كل بنت قالت لأ، كل بنت قالت لأ، صدقوني هيبقى الموضوع بعد كده باحترام، هيبقى الموضوع بعد كده أيا كان اللي كان في الميديا هتيجي في اختبار أو في كاستنج أو في بتاع، خلاص هو عارف إن الموضوع ده مقفول بالنسبة للبنات كلها. لو كل البنات قالت لأ للموضوع ده صدقوني هيبقى الموضوع كويس قوي. وعايز أقولك اللي عايز يوصلك للمجد ده، سوري، انت ممكن يعني تتنازلي عن اللي انت فاهمينه وفي الاخر ما يشغلكيش، وفي الاخر اصلا ما يوصل، وفي الاخر اصلا ما يردش على تليفونك، تمام؟ اوعوا تتنازلوا عن نقطه زي دي، يعني اوعوا دايما عززوا نفسكم في النقطه دي. اللي بيرزق ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش الرزق بالتنازل، لان دي نقره ربنا سامحنا فيها، تمام؟ اوعى تتنازلي عن اي شيء، اوعى اللي يقولك اجوزك عرفي او تتنازلي او بتاع عشان اوصلك للمجد، والله ما هيوصلك، وبحلف لك بالله على البس ما هيوصلك. كل الموضوع خلاص، يعني انت يعني دايما كده فكروا كم واحده بتروح له، كم واحده نفسها انها تروح له، تمام؟ فكل واحده هتكلمه هيقول لها نفس الكوبليه اللي هيقوله لك، ان انا ممكن اوصلك للمجد، تمام؟ مريم بنت جابلة حديث بتقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ظلم معهدا أو انقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فإن حجيجه يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ عايز أقول اوعي تتنازلي، اوعي تصدقي حد يقولك أجوزك عرفي وأوصلك المجد، مش هيوصلك، صدقيني مش هيوصلك. ويوم ما هيطلعك هيطلعك مشهدين سنوي، هيطلعك كومبارس، وممكن تفضلي قاعدة كده زي ما بيقولوا على دكة الاحتياطي ولا تشتغلي، تمام؟ يا جماعة كل بنت اللي بيرزق ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيرزق ركزوا في دي كويس قوي، اللي بيرزق ربنا سبحانه وتعالى، عمر ما كان الاتجاه اللي انتوا فاهمينه هو ده الرزق، مفيش ده، صدقوني والله. اوعى تصدق واحد يقولك عرفي او تنازل او كاني هوصلك، مش هيوصلك، والله ما هيوصلك. دايما خدوا المهنة اللي انتوا بتحبوها او الهواية اللي انتوا بتحبوها خدوها من البداية صح، خدوها. يعني انا بحترم جدا سائد الصاوي بصراحة، وبحترم الاوبرا، تمام؟ ابدأ بسائد الصاوي، يعني اللي غاوي تمثيل او غامي ميوزك ابدأ بسائد الصاوي، اشتراكه معرفش كام كده شيء رمزي، بس هتقابل ناس محترمة جدا، هتبدأ المشوار صح، تمام؟ في ممثلين كتير طلعوا صح وبدأوها صح، تمام؟ بلاش تمشوا ورا الناس اللي يقولوكوا تنازل، بلاش دي خالص، تمام؟ وبرضو رسالة لكل صاحب محل أو كل صاحب مصنع أو كل صاحب شركة، بلاش استغلال الناس اللي عندك، بلاش يعني بلاش النقطة اللي انت بتتك عليهم منها، بلاش تمسكهم من ايديهم اللي بتوجعهم،
تقول لهم اصل لو ما عملتيش كذا انا هرفدك، اصل ما عملتيش كذا انا هعمل فيكي. تمام، ممكن واحده تتنازل لك، يعني تخليها هي فوق اللي ما تنزلتش، تخليها تقرفها. انا عايز اقول لك اللي اداك قادر ياخد منك. تمام، الصحه مش دايما لحد، الصحه بالذات مش دايما لحد. خلي دايما ان في حد يفتكرك بالخير، خلي دايما ان في بنت تدعي لك، خلي دايما ان في شاب يدعي لك. بلاش دي، بلاش نقطة ان احنا بنستغل شباب. يعني انا ساعات كتير قوي بلاقي في محلات الولد هو اللي بيمسح وبيكنس والبنت هي اللي واقفه على الباترينا. ليه ما تخليش الولد والبنت هما اللي يمسحوا؟ ليه تقلل من شأن الراجل قدام البنت؟ يعني انا دي بتزعلني جدا. هي هو الشغل مش عيب، تمام، الشغل عمره ما كان عيب، وانا بحترم هذه الوظائف وفوق دماغي والله. بس ليه 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 دي يعني ليه بنحط دي دايما؟ هي مش برنسيسة. تمام، خلي الولد بمعاملة البنت، يعني خلي دايما الولد بمعاملة البنت. دايما معظم المحلات يقولك مطلوب بنات. طب ما هو اللسان ده هو اللسان ده، خلاص الموضة دي بطلت، موضة البنت اللي هي تستدرج الزبون انه يجي. هو مش بار ولا خمسة باب ولا خمسة هوا، انت في محل اللي عاجبه حاجة هيخش يشتريها، هو مش داخل يشتري الموزة اللي جوه. تمام، بلاش نستغل النقط دي، بلاش تستغل البنت في نقط معينة، بلاش برضو تستغل الولد انه يودي لك الاكل للمدام، او المدام عايزة عيش يبعت تبعت تجيب لها عيش، المدام عايزة ترمي الزبالة تبعت تروح يرمي لها الزبالة. هو جاي يشتغل في محل، او هو جاي يشتغل في مصنع، مش جاي يشتغل عند المدام ولا جاي يشتغل عندك. تمام يا جماعة، بلاش كل صاحب عمل يستغل الناس اللي عنده استغلال غلط. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. تمام، فأتمنى برضو النقطة دي، أتمنى برضو الأزواج اللي بتستغل زوجاتها، الراجل اللي بيبقى قاعد مأنتخ في البيت ونايم على الكنبة ومرحرح وساب الست هي اللي تنزل تشتغل الساعة 6 الصبح وترجع الساعة 12 بالليل ومش عاجبه، ولها انت بتعملي ايه، انت ايه اللي بتسويه. تمام، يعني هي شايفة بيتك وهي اللي بتشتغل وهي اللي بتصرف عليك. تمام، وهي اللي بتصرف على عيالها في المدرسة وهي اللي مش مخليك عايز حاجة. يا اخي قول لها كلمة طيبة. انا طبعا مش عايز اقولك حس على دمك، مش عايز اقولك النقطة دي، حس على دمك. عيب لما ست هي اللي تصرف عليك، عيب لما تبقى قاعد نايم وبالليل مقضيها على القهوة وتصحيها وتشتمها وتبهدلها عشان هي اللي بتصرف عليك. هي لو مش ست بنت اصول، معلش كانت سابت لك البيت ومشيت، انما هي بنت اصول عايزه تربي عيالها. في ناس كتير وستات كتير قوي شاربه المر بسبب الموضوع ده. تمام، فبلاش النقطه دي. وبرضه هنتكلم عن الست اللي بتستغل جوزها، برضه زي ما اتكلمت عن ان في راجل بيستغل زوجته، هنتكلم عن الست برضه اللي بتستغل جوزها. الست اللي بتستغل جوزها اللي بتشغله 24 ساعه زي الفاعل، ما بتقولوش كلمه الله يقويك، ما بتقولوش كلمه ربنا يخليك لينا، ما بتقولوش لا، كل اللي تقوله انا عايز اخرج، انا عايز اتفسح، انا عايز البس، انا عايز اجيب زي دي، انا عايز اركب دي، انا عايز اروح دي، انا عايز اتفسح، انا مخنوقه. انت شايفه ان البني ادم اللي معاكي مطحون 24 ساعه عشان يكفيكي ويكفي ولادك ويكفي مطالبكو ويكفي كهربا وميه وغاز. عايز اقول للستات اللي دايما بتشتكي من الراجل، بالذات الراجل اللي تعبان او الراجل دايما اللي شغال، انت جزء من حياته ولست حياته كلها، لان حياته فيها عياله، حياته فيها انت، فيها اخواته، فيها شغله، فيها مشاكل شغله، فيها مشاكل اخواته، فيها مشاكل كتير قوي، انت جزء من حياته. فدايما راعوا النقطة دي، وبلاش الستات اللي بتمسك في نقط هايفة. طالما انت شايفة جوزك بيتقل فيكي ومطحون عشانك وعشان عيالك، بلاش تيجي عليه، بلاش تيجي عليه قوي، وبلاش تستغليه اكتر من اللازم. تمام، لان كل البالونه لما بتتنفخ بتنفجر، فبلاش ان احنا نوصلها للنقطه دي. وبلاش الاب والام اللي بيستغلوا اولادهم، بلاش ده، بلاش انك تبقى مش يعني حياتك بسيطه وتجيب 10 عيال عشان في الاخر بتسرحهم، عشان في الاخر تسرحهم بمناديل ولا تسرحهم بنحاس ولا تسرحهم يلموا خردة ولا تسرحهم ايا كان التسريح بتاعك، عشان في الاخر يجيبوا لك فلوس وانت ما سألتش ابنك ان كان كويس ولا وحش.
تمام. ناس كتيرة يعني بالذات اللي بيتجهوا للمخدرات، تمام. يمكن انا كنت عامل فيلم اسمه وصال، الفيلم ده انا كنت بتكلم فيه عن قبل ما تحاكم المجرم، حاكم نشأته النهاردة في مصر، قبل ما نحاكم المجرم الكبير اعرف نشأة المجرم ده جات ازاي. ما هو عمر ما يكون في اسرة مهتمية باولادها وابنها يطلع مجرم، عمرك ما هتبقى مضلل على ابنك ولا بنتك، وابنك وبنتك هيطلعوا مجرمين استحالة. بس اللي اتولد في بيئة كلها اجرام، محدش قاله الصح من الغلط، فطبيعي انه هيكبر مجرم، لان من شاب على شيئا شاب عليه. دايما برضو بعيدها تاني، قد انك تفتح بيت افتح، بلاش يا جماعة نستغل بعض في بعض، بلاش تستغل واحدة صاحبتك بتحبك قوي وانت عارفة ان انت صاحبتها الوحيدة، تمام، تستغليها في كل حاجة. يعني انا اعرف اصحاب بيستغلوا بعض في اللبس، بيستغلوا بعض في فلوس، بيستغلوا بعض في اسرار، ودي كارثة بين البنات، البنات بالذات. البنات لما بتقول لبعض اسرار، تمام، للأسف بيستغلوا نقطة الضعف دي، انها تطلب منها حاجة خايفة تقول لها لا، لان عارفة عليها سر، تمام. ودي نقطة كبيرة قوي في حق البنات. يعني كل بنت خلي سرك لنفسك، مهما كانت صاحبتك قوي وانتمتك قوي، خلي سرك لنفسك. الكلام ده للبنات، بلاش تقولوا اسراركم الخاصة لبعض، لان في بعض الاصحاب طبعا الا ما رحم ربي، في بعض الاصحاب بيستغلوا النقطة دي، ان انا اعرف عليك سر فاطلب منك فلوس، اطلب منك لبس، اطلب منك عربيتك، ما تقدرش تقول لها لا، لان هي ماسكة عليك سر. فبلاش البنات، بلاش نقطة الاسرار، اتكلموا في الطبيعي، اتكلموا في المجال العادي، اضحكوا هرجوا، بس بلاش الاسرار، تمام. انا بتكلم بالذات للبنات. بلاش الصاحب اللي بيستغل صاحبه، بلاش انك تصاحب واحد عشان مصلحة، بلاش دي. بلاش انك تبقى تقول حاضر ونعم وانت مش طايق اللي قدامك، انت منافق لنفسك مش منافق ليهم. برضه اقول لك اللي بيرزق ربنا، في ناس ياما كان نفسها توصل لمراكز معينه ولما وصلت ماتت، للاسف ما تهناش بالمركز اللي كان عايز يوصل له، تمام. خلوا حياتكم على الله سبحانه وتعالى، خلي ارزاقكم على الله سبحانه وتعالى، محدش يستغل حد. لما تلاقي حد بيستغلك سلمها لله وحده، وصدقني وصدقيني اللي بيرزق ربنا، والله اذا اتقفل لك باب هيتفتح لك 100 باب. البنت اللي تلاقي واحد يقول لها كذا عشان هرفدك، يعني ايا كان التنازل، عشان هرفدك ارفدك احسن. انا بقولك خليه سيب الشغل، وصدقيني وبقولها لك والله العظيم، من ترك شيئا لله ربنا سبحانه وتعالى ابدله باحسن منه، لانك في وقت من الاوقات هتخسري نفسك، في وقت من الاوقات هتستنقصي نفسك قوي، في وقت من الاوقات هيجي غيرك، تمام، وهيقول لها نفس الموضوع وبرضه هتترفضي. وبقولها لك كده يعني وشها، وبرضه هتترفضي، ان هيجي غيرك لان بصي الانسان الوحش على طول وحش، الانسان الوحش على طول وحش. انت مش ملكة نازلة ليه بس، لا، ده هو عايز يوصل لنقطة معينة، زي اللي نفسه في حاجة يشربها زي البيبس، شرب البيبس تمام شبع، بعد تاني يوم هيشرب بيبس تاني، هيشرب فانتا، هيشرب سيفن، هو اتعود على كده، اتعود انه يدوق ده وده وده وده. اوعوا ترخصوا نفسكم، عززوا نفسكم دايما، خلوا رزقكم على الله سبحانه وتعالى مش على حد، محدش يستغل حد، بلاش الاستغلال، لان من لا يرحم لا يرحم. واتمنى ان محدش يكون زعل من كلامي، واتمنى تكون حلقه خفيفه كده سريعه، وتحياتي ليكم. وطب ارد عليكم بقى سريعا كده قبل ما اختم باذن الله، تحياتي لكل اللي كانوا موجودين معايا النهارده. حماده شقاوة، مش هشوفه مش هماشي يا عم حماد. مصطفى الشريف الله يكرمك يا نجم، يا مساء الفل ندى الياسمين، يا مساء الهنا، علي احمد ابو معتز مساء الخير ربنا يكرمك، تحياتي يا نجم النجوم. فيفي ربنا يكرمك يا رب، موضوع مهم جدا، تحياتي يا نجومية. ندى الياسمين احسنت الكلام، موضوع جميل بجد، تحياتي يا نجومية. امل حياتي مساء الورد الله يكرمك بجد ونعم بالله، تحياتي يا نجمة النجوم. مصطفى محمود منور يا نجم، انت اللي منور يا نجم النجوم. عمرو شاهين تحياتي يا عمورة. نور
منور المكان بنورك يا نجمة النجوم. نور الاستغلال له أنواع وأسوأه الأطفال طبعا يا نجومية. مساء الخير. نقطة استغلال العواطف أستاذة مريم بتقول مساء الخير. نقطة استغلال العواطف الإنسانية الحب والزواج بس عشان دافع الجسدي أو المادي صح. نور بتقول حتى في هذا الزمن أضحت المشاعر أصبحت المشاعر تستغل صح يا نجومية. تمر حنة فعلا جدا. تحياتي يا تمر حنة. تحياتي يا أمل حياتي. المخرج عبيد زيان تحياتي يا نجم النجوم. ندى الياسمين ونعم بالله ونعم بالله. أمل السيد بتقول ونعم بالله كلام جميل والله صح بس ياريت يسمعون الكلام. إن شاء الله يسمعوا الكلام لما يتلسعوا. الله عليك. تحياتي نجومية. ندى الياسمين دايما موضوع رائع. مواضيعك مفروض مواضيعك رائعة ومطلقة. تحياتي نجومية. مريم أيوة هي نقطة الرجالة ليه عايزة الستات اللي تصرف عليها. يسلم كلامك. تحياتي. ندى الياسمين أي من حقي عاوزة أتفسح مش استغلال وممكن أقول له يحجز لي طيارة وعلى الساحل الشمالي. لا طير يا نجومية طير. ندى الياسمين هل له استغلال يا جماعة؟ لا. هل ده استغلال يا جماعة؟ طبعا هم يقولوا لك ده استغلال. طبعا الاستغلال من سمات الجبناء والضعفاء وليس الرجال صح كلامك. علي الفراء العلاقات البالعة. ندى الياسمين ونعم بالله بس مش هنتنازل على الفسح والزوج عليه يوافق او لا. والله الزوج شكله هيطلقكم في الاخر. ما علينا. منور الدنيا محمود. تحياتي يا نجم النجوم. تحياتي لكم جميعا وبجد نورتوني وبجد انا سعيد لما بكون معاكم واتمنى ان ما حدش يكون زعل من كلامي واتمنى نخلي بالنا من نقطه الاستغلال وكل واحده بتحب واحده صاحبتها تفهمها الصح تفهمها ان لما حد يجي ياثر عليها عشان اكل عشا تقول له لا. لما حد يجي يقول للواحده هوصلك للعالميه قول له كنت وصلت نفسك تمام. زي ما بيقولك الكلام ده بيقوله لغيرك ولغيرك 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 تمام. لا هيوصلك ولا بتاع اللي بيرزق ربنا سبحانه وتعالى. ولو رزقك ما وصلش بشرف استحالة ان انت هتفضلي في هذه الحياة على طول. فدايما خليكي جوهرة غالية الثمن تمام. اصحاب المحلات اتمنى طبعا الا من رحم ربي فيه كتير او اصحاب محلات ناس محترمة جدا 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 بس احنا بنقول على جزء معين لان الحياة فيها وفيها. اتمنى ما تستغلوش الناس اللي بتشتغل عندكم او مش هنقول نشتغل عندكم او الموظفين عندكم بلاش تستغلوهم استغلال خاطئ. اصحاب الشركات نفس الموضوع. اتمنى يا جماعة كل واحد عنده موظفين او موظفات يعتبرهم اخواته. قبل اي حاجة اقول اختك لو هي اللي في مكانها اخوك لو هو اللي في مكانه هل انت كنت هتقبل عليه كده؟ هل انت كنت هتقبلي عليها كده؟ لو كل واحد فينا حط ان اخوه او هو نفسه اللي شغال صدقونا هنبقى في قمة السعادة وان ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لنا في رزقنا. وتحياتي لكم جميعا واشوفكم ان شاء الله يوم الخميس الجاي في حلقة جديدة. تحياتي. محمد ماشي يا محمود عايزينك تنور في اسكندرية الجو هنا الشتاء حلو جدا. ان شاء الله محمود هجيلك بإذن الله نجم النجوم. تحياتي يا فنان. السلام عليكم.